اتفضل. هلا كمال. احترامي سيدي. هات لي شوف، احكي لي شو اللي صار معك امبارح. لحظة بيكون تقرير على مكتبك. وانا من ايمتى كنت بنتظر التقرير؟ تفضل اقعد احكي لي. سيدي نحن عنا التزام كامل بالكمين ومشينا حسب الخطة المطلوبة، بس للأسف كأنه معلوماتنا كانت غلط من عملائنا اللي وصلنا إياها. معلومات غلط؟ وليش ما تقول تسريب معلومات؟ عفوا سيدي، بس أنت بتعرف كفاءة كل العناصر اللي معنا. كمال، أنت بتعرف منيح إنه أنا ما عم بحكي عن عناصرك، بس يبدو لي وهذا مجرد شكوك إنه في تسريب معلومات من داخل الفرع، لأنه المعلومات اللي وصلتنا مأكدة 100%. سيدي أنا جاهز لأي تصرف بدك إياه، إذا بدك بتحمل مسؤولية كاملة. كمال، بعتقد إنك فهمتني غلط. أنا بعرف إنك ضابط مجتهد وملتزم، وبفهم منيح أسباب دفاعك عن عناصرك، وبعرف كمان إنه الماضي اللي بيجمعنا بيشهد منيح على هالشي. وهي الشهادة أنا بعتز فيها سيدي. اسمعني منيح يا ابني، أنا شوي بخلص خدمتي بطلع التقاعد، والملف يلي بين إيدينا والمتعلق بهالمنظمة اللي عم تدخل هيك مواد على البلد بيعني لي كتير. بفك خيوط العصابة وفضحها وتعريتها وتقديمها للقضاء، هي واللي خلفها راح يكون آخر ملف بخدمتي. فهمت عليك سيدي، شو ما بدك أنا جاهز ورح نفذ كل شي بتطلبه. كمال، أنا من فترة عم فكر أعمل لك ترفيع، وبعتقد إجا الوقت المناسب لترفيعك. ترفيعك بيعني إنك بتحسن تاخد قراراتك دون الرجوع لأي شخص تاني غيري، وفيك عند الضرورة تاخد قراراتك بشكل فردي. هاي مسؤولية كبيرة كتير سيدي، وأنا مقدر خطورتها كتير منيح، بس بوعدك هاي العصابة رح تكون تحت إيدك ورح تكون آخر قضية مشرفة بسجلك سيدي. وهذا عشمي فيك كمال. أنت بتعرف معزتك عندي، بتخبر كامل عناصرك أنه أنا فخور فيهم. أكيد سيدي. يلا عالشغل، وقرار ترفيعك بكره بيكون جاهز. شكرا كثير سيدي، بالإذن. كمال، أمرني سيدي. في الدكتورة أمل مختصة بعلم النفس، عاملة كذا بحث ناجح وبعتقد إنه بيفيدنا بمعالجة الإدمان. بيهمني كثير تتعرف عليها. قصدك تعرف عليها بطريقة رسمية ولا؟ لا لا، بشخصيتك الحقيقية. بعتقد إنه أبحاثها رح تفيدنا، وبعتقد كمان إنه نحن اثنين بخندق واحد. أمرك سيدي، أنا بلاقي الوقت المناسب بروح لعندها الزيارة الرسمية.